رحيم تحية لحضراتكم. فريق المغرب فريق على مستوى جدا عالي، يملك من اللاعبين ذات المستوى العالي مواهب كبيرة، فريق بطل فايز على البرازيل في آخر مباراة. أنا أعتقد هو مقياس حقيقي للاعبين. أنا أعتقد إحنا رجونا الفائدة الفنية مع هكذا فريق. تمنيات لهم بالتوفيق والنجاح إن شاء الله. فريق في خامات على مستوى جدا عالي. واحدة من أهداف إعداد منتخب الأولمبي العراقي هي هذه التجمعات اللي هي بشهر العاشر، شهر الـ11 وشهر الواحد وشهر الثالث، وإن شاء الله يكون فريقنا جاهز في النهايات في شهر الرابع من 24 إن شاء الله.